الجامعة يعني كلية الطب ليها كذا محور. أول حاجة التدريس، يعني إحنا أول حاجة التدريس، ثانيا الدراسة، الدراسات العليا، يعني كل الطلبة اللي هم عايزين يسجلوا دراسات عليا ويكبروا معلوماتهم وينموا مهاراتهم يسجلوا دراسات عليا. الحاجة التالتة اللي لازم الناس تبقى عارفاها اللي هي الخدمة المجتمعية وخدمة المستشفيات المجتمعية اللي هو علاج الأماكن المحيطة. احنا بنتميز مثلا ان بيجي لي ناس من الاقصر، بيجي لي ناس من اسوان، وبيجي لي ناس من كل الصعيد، وبيجي لي ناس من بحري. يعني احنا مش مثلا على المنطقه المحيطه بس، لا انا بيجي لي ناس من كل المناجم، من السويس ومن القناه واسماعيليه، يعني تقريبا بيجي من كل الاماكن. فلا المستشفيات الجامعيه يعني بتدي نفس الخدمه بتاعت اي مستشفى تانيه.